من المعروف ان استخدام التيار المتردد هي الطريقة الاكثر كفاءة في انتاج الطاقة الكهربية، ولكن زي ما وضحنا في الحلقة اللي فاتت فتخزين الطاقة الكهربية بيكون في صورة تيار مستمر مش تيار متردد. وبالتالي نقدر نستنتج من الكلام ده ان الطاقة الكهربية بتنتج في صورة تيار متردد وبتتخزن في صورة تيار مستمر. طب ازاي بقى بنحول التيار المتردد لتيار مستمر؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه النهاردة. معاكم مهندس محمد راجي، ودي قناة باور انرجيا. يلا بينا نبدأ الفيديو. بيمر التيار المتردد بخمس خطوات علشان يتم تحويله لتيار مستمر، والخمس خطوات دول هما: واحد، قياس جهد الدخل اللي هو الـ AC input voltage، 2، حساب التيار، 3، خفض جهد الدخل للجهد مراد الوصول إليه، 4، استخدام بريدج ريكتيفاير لتحويل التيار المتردد لتيار مستمر، 5، استخدام سموثينج كاباستور لتنعيم الموجة الناتجة من تحويل التيار المتردد لتيار مستمر وإزالة التشوهات اللي هتكون في الموجة دي. فالخمس خطوات دول هما محور حلقتنا النهاردة، ودول اللي احنا هنوضحهم مع بعض النهاردة بالتفصيل. فأول خطوة من خطوات تحويل التيار المتردد لتيار مستمر هي عملية قياس جهد الدخل اللي هو الـ AC input voltage، وده بيتم عن طريق استخدام جهاز الفولتميتر. وزي ما هو معروف فالجهد في مصر وأغلبية دول العالم ودول أوروبا هو 220 فولت بتردد 50 هرتز، على عكس الجهد في أمريكا واليابان وكندا فالجهد هناك بيساوي 110 فولت بتردد 60 هرتز. ففي الخطوة دي بيتم قياس الـ input voltage الخاص بالسيستم اللي احنا عايزين نحوله من AC لـ DC. أما تاني خطوة فهي حساب قيمة التيار، وده بيتم بمعلومية فرق الجهد اللي احنا لسه قايسينه في الخطوة اللي فاتت. أما تالت خطوة فهي خفض الجهد عن طريق استخدام محول خافض للجهد اللي هو step down transformer، بحيث ان بيكون الدخل بتاع المحول ده هو الهاي فولتج اللي هو الـ AC input voltage اللي احنا قسناه في الخطوة الأولى، والخارج بتاع المحول ده بيكون هو عبارة عن الجهد اللي احنا عايزين نوصل له في الآخر اللي هو هيكون AC low voltage. فالاوتبوت فولتج ده هيكون في الحالة دي AC voltage، ولكن هيكون بنفس القيمة اللي احنا في النهاية هنوصل لها في حالة الـ DC برضو. بمعنى أصح أننا لو عندنا مثلا الـ input voltage هيكون 220 فولت AC، هنحوله باستخدام الـ step down transformer ده لـ 5 فولت AC برضو، ولكن قيمة الـ 5 فولت دي هي في النهاية اللي هتكون في آخر خطوة خالص هتساوي 5 فولت DC، وبالتالي الجهد عندنا دلوقتي بقى 5 فولت AC، ونفس القيمة دي اللي هي الـ 5 فولت هتكون هي قيمة الجهد برضو بعد نهاية التحويل من الـ AC للـ DC، ولكن ساعتها هتكون 5 فولت DC. أما رابع خطوة هي خطوة تحويل التيار المتردد لتيار مستمر عن طريق استخدام بريدج ريكتيفاير، والبريدج ريكتيفاير ده بيتكون من 4 دايود، بيكون كل 2 منهم في اتجاه مضاد، بيكونوا مع بعض شكل الأنطرة اللي هي البريدج. والبريدج ريكتيفاير دي هتسمح بمرور التيار في اتجاه واحد بس، وبالتالي هيمر التيار في الاتجاه الموجب بس، والتيار اللي هيكون في الحالة السالبة هيتحول للجزء الموجب برضو. ولكن الموجة اللي بتنتج من البريدج ريكتيفاير دي بتكون مليانة بالنويزس والتشوهات، وبالتالي بنلجأ للخطوة الخامسة وهي الخطوة الأخيرة في تحويل التيار المتردد لتيار مستمر، وهي خطوة تنعيم الموجة عن طريق استخدام سموثينج كاباستور اللي هو مكثف التنعيم، والمكثف ده بنحطه على طول بعد البريدج ريكتيفاير علشان يقضي على التشوهات اللي بتكون موجودة في الموجة اللي بتنتج من خارج البريدج ريكتيفاير، علشان في النهاية يظهر لنا شكل الدي سي ويف اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو بيكون ثابت القيمة بمرور الوقت وما بيتغيرش بمرور الوقت. وبكده يبقى احنا شرحنا ازاي بيتم تحويل التيار المتردد لتيار مستمر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو عندك اي معلومة حابب انك تضيفها او اي سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.